بيقولوا كل اللي كان على المركب تعيش انت. انا كل اللي قاطع في قلبي الواد اللي بقى يتيم الاب والام ده، مين هيرعيه ياخد باله منه؟ امال انا رحت فين؟ يلا يا حيوان. الكرافطة بتاعتك، ها وريني كتبت ايه؟ حفظت جدول الضرب؟ دي مسكة قلم يهبل. 2 × 2 × 6. هادي ادفع. كل بالشوكة يا ولد. هادي هادي هوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يا لهوي هوب، والنبي هوب شيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص. الصبح الصبح بكرة. صباح الخير قومو. انت رؤوف رأفت رومان الدرديري؟ قومو. تعرف منار مصالح عبد النعيم؟ ايوه يا فندم. خير بس قلقتني. خد امضي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده. كل سنه وانت طيب. السنه هو انت بتشتغل في محل ورد؟ دليفري يعني؟ يعني وتروح تيجي المعلم يضربك وتاخد بقشيه. يا ريت تشوفني بحاجه. شوفك بحاجات كتير يا رب. هات بس ثانيه واحده يا رب. ثانيه واحده. صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهدل كده ليه؟ هو انت ديان باي حد غير بالمزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يال؟ يعني شويه حاجات كده حب وغرامه ومال. متشكر جدا منور. متشكر يعني. الورد تحفه تحفه. انت الوحيده اللي افتكرتي عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. بقول لك يا منور ليا طلب يعني. بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هاتيه بنفسي كمان. افهمك بعدين. معلش معلش. يو باي 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 عشان المايه هتسقع. باي باي منى. باي باي. شوف 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 قلبي الملجوء بيقول يا صباح الفل. شوف
كل شويه هتكلميني يا مليحه. انا عرفت يا مليحه. ايه الفراخ بكام؟ لا بقول لك ايه، هاتي بيض يا مليحه. فين الشاي؟ انا مش قايلك بالسبعه دي الشاي ده حاجه تعرف. ايوه هاتي اللطيف ده. رخصه. حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. اسمك راوي يا سيف الدين القاضي؟ لا يا فندم، اوي يا دي تبقى تيتا. تيتا؟ اتفضل حضرتك توكيل اهو. اسمك رمان حسين الدرديري؟ لا رمان ده جده جوز تيتا حضرتك. جده وتيتا؟ اه يا فندم. انزل هنا. حاضر يا فندم حاضر. وحضرتك ساعدني بس عشان عربية قديمة. شد يا فندم. شك اصل حضرتك مش واخد بالك، انا هشرح حضرتك. تيتا فندم يعني بعد ما انفصلت من جده رجعت المانيا، ان هي اصولها المانيه، عاشت هناك يعني. وبعدين العربيه دي تحفه بتاعه ابراهيم بيع وكاشه ومدير مكتب الحكمضار. حضرتك شفت مسلسل ميك فوق؟ بقول لك ايه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. انت فاهم يعني ولا مش فاهم؟ فاهم يا فندم. ما فيش حاجه، انا ماليش دعوه بتاريخ ام العربيه، انا ليا دعوه بالورق بس. اما كان حضرتك على العربيه كقيمه يعني كانتيك يعني، انت هتزولني انا؟ بتمد لك عليه ليه؟ هو انتوا مش هتبطلوا طريقتكم دي؟ طب مين يالا؟ انا مدون وانا ناشطه سياسيه وانا صحفي وانا وربنا معافهم وربنا معاف الناس دي. صباح الخير احبائي المستهلكين. اجمل حاجه نتفديها يوم النهارده هي ايه؟ الهامبرجر. لو كل كيلو عليه كيسين كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله، ايه البامبرز ده كله؟ يظهر ان النونو اللي عند حضرتك ربنا مسهلها له شويه. انا ما عنديش نونو ومش متجوز اصلا. ده عرض، اشتري خمسه وخد خمسه هديه. اسيبه؟ لا تسيبه ازاي؟ اللي قال الناس اللي قال الناس. حلو مش كده؟ 470 جنيه ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي. هستنى تليفونك. ها تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت وحد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا اموه. ممكن تقولي في ايه ببياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاها عليا. بنت مين اللي بترمي بلاها عليك؟ انت مطبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ حصل خير. معلش سايب يا مروان. انت بتنفخني ليه؟ اتخاني لو راجل اتخاني. بس اهدى يا استاذ. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده؟ الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله ويت شرفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. بمنظر ده طيب ازاي؟ سامعني انا اللي مجنني بس يا مروان حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه يا مروان؟ انا بدور على كبرياء الكاشيه. قامت الكاشيه واحد فين؟ ايه ده فعلت الباشا؟ عبد الظابط. تمام يا فندم. هات يا ابني الجهاز. اوبر صدق. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه ام العربيه ده. انا ايوه انا ابي عمرك. انت فاهم يا فندم؟ قولش حاجه. قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بتعلمكم ليه استخباراتنا؟ انا هاري سودو منيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط. احنا مش ناقصين يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نقل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع. انجز البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم انا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف انها زي امه وما فيهاش حاجه تعيب. بس بص افهمني بس، انا بفكر قدام. مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه
تيتا يعني؟ لا اله الا الله، هي دي تيتا وسنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. ازيك يا بنات منار؟ ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصه وقصه. لحظه معلش معلش اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هبخل على عربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف، انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. انسى اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره في مستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل القلب حازم يا رؤوف. بس بس وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي انت اهو. بس مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه، يعني بدون تكليف ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني؟ لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسم رؤوف. عيد ميلاد يا ابني. سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف، سنة حلوة يا رؤوف. Happy birthday to you. نورتونا يا جماعة. مجيبه منوت مصدقت يا تلعب شويه. لا انا عايزك تاخد بالك من فكري بيه. لا طمن يا رمان، انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كاتمه على نفسه ومعيشاه في معتقل لمده 20 سنه. هو انا طلقتها من شويه، هو كمان اخذ مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخد إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية لعيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي هدية. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امان. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امان، ده كتير قوي يعني، دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفرحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بترميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقه بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكره البنت المناره دي زي القمر ومؤدبه، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحه يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين. النبي خليها بعدين. ها بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟ حبيبة امه. حبيبة حبيبة امه. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين. سيرين سيرين. اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، أنا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنيل؟ وأنت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، أنا عارفه فشاخ فشاخ. لا 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 لا، أنا بحكم خبرتي بالأصوات أقدر أقول لك إن مروان من طبقة الباريتون. الله يخليك. يعني صوته أجش. بقول لك يا أمان ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شوية هوا، بقالك 12 سنة ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني أنا هعطلك. والنبي والنبي يا عم الصلاة الله يخليك، هو طيارة لبنان لسه ما وصلتش؟ اطمن يا سيدي لسه ما وصلتش، أول ما بتوصل كل المطار بيعرف. أهي طيارة لبنان. هي يا باشا سيرين مروان.
والله ده بياك كتير مهضوم. لا بي ايه؟ انا صديق مروان. انا وقوف صديق مروان برضو وجد الاستاذ. احنا هنقف نتكلم كده. شيرين جايه تعبانه من السفر وعايزه تستريح. ايه انا تعبانه عن جد. الف سلامه. يلا هات الشنط. حاضر حاضر يا ابن المحظوظه مروان. هات الشنط هات الشنط. تسمع انه مصر كتير حلوه، عبالي زور مصر زاويه زاويه. انا تخصص زوايا. انا هفرجك عليها حته حته، بس في الاول تقبلي بقى عزومتي على مطعم، في مطعم لبناني اكله تحفه. رمانه، يعني ما اقول انا جايه على مصر لتطعميني اكل لبناني، بدي اكل اكل مصري. على رايك هو في اجدع من مصري؟ الشعر الابيض بحقت كله وقار ورجوله كتير حلو. ده انا مولود بيه. اوه يا وفا ايه ما تشوف جدك يا عم الراجل ده زودها قوي. ايه ده انت غيران غيران من جدي يا هبل هيعمل ايه ده بيكتب اسمه بينا يا جعيل فافش كده فافش فافش. كيف طيب الاكل؟ مفيش اطيب منك انت. خدي من ايدي دي. رمانه رمانه ما بقى فيها اكل اسمع اتكل على امك. يا الله ايه ده انت بتسقف؟ ما تشوف حاله جدك هيعلق البنت مني واحنا قاعدين كده اطباق سلطه على الترابيزه. هو انا داخل بان تيتا قوهته في صنف الحبيب مستقطع ليه بس شويه وبعدك بتتاكل اكل. اوف يا عمار الدلع عمار وادلع حلو اجيبه يا عمار تعالى اجيبه يا عمار. سيرين هتوحشيني قوي الليله دي. انا هسلم عليك دلوقتي وهوصلك بكره المطار. والله العظيم لا اشوفك بكره يا هو. رمانه راح اشتاق لك كتير. والله يا انا شايف ان مفيش داعي لحكايه الفنادق دي والكلام ده. انت ممكن تباتي في اوضه رؤوف ورؤوف ينام عند مروان. لا لا ده كده كتير قوي. حياتي رمانه ما في داعي انا بنام بالاوتيل وبكره بشوفك. اوكي اوكي باي. يلا يا امان يلا يا امان ده انت خابطها خابطها. يلا يا امان نروح. يلا على فين؟ على البيت. لا نروح ده ايه بقى اسمعوا اكل المطاعم الهاي كلاس ده ما يمشيش معايا انا. انا لسه جعان. ايه رايكم لو نضرب سمين؟ سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ماله الجدع ده فيه ايه؟ لا مفيش بيت صاحبته واحد علقها منه امان. يا ساتر ايه الاخلاق دي؟ اخلاق سفله امان سفله. صاحب صاحب وكان عشم يقول ودي. أنا مش عارف ليه مبسوط قوي النهارده. أنا عارف يا أمان. قصدك إيه يا ولد؟ أنت عارف وأنا عارف يا أمان. اسمع يا رؤوف أنا عاوزك تروح تقابل منار بكرة وتقول لها تحدد لنا ميعاد علشان نروح نزورهم في البيت. بكرة بكرة ليه الاستعجال يا جدع؟ يا أخي سيبني أكل وأنا مبسوط. ألف هنا وشفا ألف هنا وشفا. بق الحلو فين؟ بق الحلو فين؟ ألف هنا وشفا. لا ايه خلاص قش عم كفايه كده نتحاضر ادخل لقمه ثاني بقي. انت ليه دايما بتهرب من موضوع الجواز؟ انا عارف انك بتحبها وهي كمان بتحبك يبقى الجمهور هنا عدل. خلاص اللي تشوفه امال. لا لازم القرار يكون من جواك انت. مفيش حاجه اسمها اللي انا اشوفه اللي انت تشوفه. ايه الهيام ده كله يا امان؟ انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتتجوز تيتا يا امان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص. تواجه تقتحم تقاوم. يا ابني ما تبقاش انسان جبان وضعيف.
انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوة لولادك. الدنيا حلوة يا رؤوف، جميلة، عشها، استمتع بيها وما تخافش من أي حاجة أبداً. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. مش بس قال لي انا عايز اكل سمين، خدت ضوابنا سمين عند الضهر شوية، وقال لي نفسي في وز بلبن، خدت ضوابنا وز بلبن شوية، وقال لي عايز اكف فلوكة في النيل. اتاريه كان بيودع مصر كلها وانا مش واخد بالي، وقف على فلوكة واخد انبساط وفجأة هوب هوب. ايه؟ مات مات يعني هوب ايه؟ مات وقف في العزا بتاعه. شد حيلك هوب ايه؟ شد على الله يا سمان، شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة قوي، مش درجة سلمان بقى. معلش معلش ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين، خدته عند واحد وقفنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل وز بلبن، وديته كوز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكة في النيل، اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سيدي، خش يا سمان بقى. اهلا يا ويس، ربنا يخليك يا ويس، ده شرف كبير قوي لينا يا ويس. لا ما تقولش كده يا رؤوف، شد حيلك يا ابني، شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل انفد نفسي من الشغل. مؤاخذة مولانا سوء، معلش انا اسف انا اسف يا جماعة. المرحوم مات ازاي؟ وخد صابونة هدية. نجوى نجوى عودي مكان، عودي مكان دقيقة واحدة بس. شكة قوي مانو، انا عايزك تاخديني معاد مع اخوك في البيت. ها عايز اجازوكو بجد؟ بس انت جدك لسه متوفى. ما انا عارف الله يرحمه، بس تأكدي ان دي اكتر حاجة هتسعده في توبته. قلت يا اخو مانو. ماشي سوي، مش هقدر اكمل معاكو عشان دي مش مكانتي. انا اسف. سوي سوي يا عيني ليلى ليلى عيني ليلى عيني. هتشاي يا علي؟ يلا موان. على مهل جميلة. يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشه غاليه. ما تلاقوش ما فيهاش حاجه سليمه ان شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيل، مش هنشيل، مش هنشيل عادي بقى. وختام النادي يا ابراهيم. هتعمل ايه؟ انت بتعمل، انت عايز وش جو، عايز وش. ما تيجي فرصه تعال نطلع البلاغ ده. لا انا بصلح بس. لا مش للدرجات دي، فامسك يا موان. لعلمك مش حلو يعني بتعمل ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه ثانيه، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا لا يا باشمهندس، ما لناش شوف حاجة. عشان ما انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك؟ تسأل كبير المنطقة ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسأل ايه دخل؟ احنا فينا من كده ولا ايه؟ اه فيك يا عم كمان وكده كمان. ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العرق كلها الا منار اختك هيما. شرف يا نهار اسود. معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي.
طب عشان كلكوا شيش خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفه طمان الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي ب 1000 جنيه مفتح؟ ها؟ ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا انا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا اذنك اقعد يا انت اهو. المهم عندك مكنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا عن اذنك. ما تخلص يا هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا فاكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا ابويا اخلص يا انا بفهم حضرتك. وانا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. في ايه بقى موضوع الخطوبه والهبل ده؟ ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي لا سينما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع. ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم. هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين؟ انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى موان بس يا موان. اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خالص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكله. حاضر قدامك شهر بس نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. يلا طب نكمل الفتحه. يلا يلا عارفين يلا فين معاك الصح صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فينا حاجه. ام نشوه. ام نشوه مين يا ابراهيم؟ ام نشوه يا ابراهيم. بيه ام نشوه بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. لا انت ظبط وسط ام امار صلاتي يا بنت. عايز نار على كلام وظبطك مين؟ انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا بشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي. الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صاي. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرضاني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. ما تخمسش في وشي. احسد مالي؟ بص وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض. عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا جدع افهم. معايا موزة وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم اوعى يا ابراهيم لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش هتصدقني. انا مصدقك يا ابراهيم. انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى معلم الموضوع ده يفضل في السكرته. يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر. اتفقنا. ما ابيض اقفل دي بس. صباح يا صباح. صح عليك يا ابراهيم.
خلي ما تتكسفيش، ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصلي مدورها ومطرياها. قلت النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنتت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحمه مشويين، سكرتين ملفوفين يا طاروخ. معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشر بره وبعيد. ايه يا روف يا جدع؟ بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتعقدش يا اخ ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار؟ فين 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 فين؟ في ايه حضرتك؟ بتشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيتي يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بالف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس، حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. هو بيسا بعد بومبا. استنى تشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رأيك؟ في ايه؟ مش فاهم حاجة بايب. ايه؟ مش مشكلة، خد ساعة البيرة دي. لا انا بحب اشربها سخنة عشان بتفكرني بالشربة. بعشق دماغك. حاول قوة الا بالله، ربنا لولا انها مواته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد، خش خد راحتك على الاخر. بس ديتي ايه ده؟ ايوه مسا مسا روف. مسا نو يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش مع اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. ما فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واضحة؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا بهي، تعالى خد البيرة دي ساقعة، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت مناه واليوم اللي شفت فيه مناه. بتقول ايه يا؟ مسا مسا وبهي. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني، خد يا حبيبتي، اعتبر البيت بيتك، خد راحتك على الآخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا وبهي. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبين. هات سقعة كبيرة، هات سقعة كبيرة. الله يخبط رؤوف وبيت فيه. بتبطل تقولي يا. لا بقول مسا مسا يا أبين. مسا مسا مدام. على الفرح. صح يا منار، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منار طبعا عشان انت مش فيه يعني. ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه، يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو رؤوف. استنى، ناقص اسود نمر من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟ معلش سؤال يعني، طلعت فرانكفورت وصلت كله كاب خارجه الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك قلقان ليه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني. بس سوري انا اسف. يا منار طيارات فرانكفورت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. ازاي اكلم طنطك بهيرة بالصدفة تقول لي ان رومان مات؟
يا تيتا وربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربية. حاضر. يلا صباح حضرتك. صباح حضرتك. قول لي يا ولد. هو موتت. مين اللي خبط العربية؟ ربنا الله الله يرحمه امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رمان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوكي يعني بعدين يعني ادينا حو وكلاب لو تقام لو تقام. نواطي بس يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناوي تجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مش حاجه انا بقول لو حضرتك مستعجله الف وضع مطار. اخرس. حاضر يا تيتا. خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه ارتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان. ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. بره ويا هاني الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم. انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هاني. ابو بيت ما شاء الله. الله العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هاني. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت كده؟ سمعت. سمعت. اتفضل كده حضرتك. يلا جوبل. اتفضل يا تيتا. اتفضل العماره نورت. مصر كلها نورت. الله انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ ده هتبقى مذبحه يا شيخ. مذبحه. ميزة مصر رؤوف. ماي جاد. جرايه يا موز. ما تدخلي مع صحباتي. اخس عليك يا فايم. دبل قاعد. الست دي كدابه. اخلصي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي يا هانم الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت. يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ مش عرفك ان انا كنت في المانيا. ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه قابلته في لجنه قبل كده هوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظابط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح نقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده. انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن. وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف خد تيتا وروح. ارجوك مش عايز اروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجه. بيقولوا الدكاتره ان القصيرين دول عندهم ذكاء خارق لكن انت طلعت اهبل. دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا مش هنتدخل في شو ربنا. طلعت عينينا في الدراسه ونجحت بالعافيه وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله يا تيتا حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجاجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حد. حضرتك تيتا حضرتك بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك. دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان.
تيتا تيتا هويا تيتا هويا. ماتت فين الغفير الزفت بتاع المدفن ده يا ابو ربيع؟ ابو ربيع. ابو ربيع مين يا تيتا؟ ابو ربيع الله يرحمه مات دلوقتي، في ربيع ابنه ما شاء الله قايم بشغله. ما هي اجيال بتسلم اجيال يا تيتا. اهو ربيع ده منظر مدفن ده، يعني الشوارع مش نظيفه قلنا ماشي، ناس قبل تعيش في القذاره قلنا ماشي، لكن خلاص ما عدناش بنحترم لا احياء ولا اموات. الله يرحمك يا امان الله يرحمك. ما تسترجل يا ولد، اللي زيك في المانيا رئيس وزارة يعني بيحكم بلد بحالها. هنا ما بيدوش فوسع حد يا تيتا، حضرتك عارف. اخرس خالص. حاضر. اسمع يا ربيع، انا هاجي الاسبوع الجاي وهبص على المدفن، اذا ما عجبنيش هدفنك هنا. سوى تيتا بعد اذن حضرتك. يا ربيع فوق يا ربيع فوق. انت تخرس خالص. حاضر يا تيتا. يلا نجر قدامي. حاضر تيتا. نجر. سوى ادعك كويس. ادعك كويس. حاضر يا تيتا. بدعك اهو البلاوي. تيتا كنت عايز اكلم مع حضرتك. روح افتح الباب. حاضر. افتح الباب. حاضر. بس حاضر اتحرك. حاضر يا تيتا. صابون في ايدي. رب ارحمنا بقى. يا نهار اسود. ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. الحمد لله. منو ازيك؟ انت عامله ايه؟ ايه انا مش هدخل ولا ايه؟ مش تدخلي يا منو، مش تدخلي. اصل يا تيتا خرجت مش عارفه فين، وبعدين لو جت ولقيتك لوحدك معايا شكلك هيبقى قاسي قوي يا منو. مين يا رؤوف؟ انت بتضحك عليا يا رؤوف؟ انت ما قلتلهاش ان احنا هنتجوز صح؟ لا لا مش هقول، يعني استني شويه يا منو. انت ناسي ان فرحنا فاضل 10 ايام؟ هتفضل لغايه امتى جبان؟ مش عارف. مش على الباب يا رؤوف. لا تيتا ده الزبال ده ياخد شهيه يا تيتا. سوى منو سوى مش هقدر بالك مش هقدر بالك مش هقدر بالك. رعد جوبلز في الزوم، جيب طبقك يا حيوان. حاضر يا تيتا. عامله لك بقى شويه مكرونه بالخضار هتاكل نفسك وراه. انا عارف ان هو يوم زي الزفت. حضرتك عارف ان انا بكره المكرونه دي. هتاكلها وبعدها بقى هتلبس وتتشيك علشان هنروح عند طنط بهيرة، فاهم يا حيوان؟ تيتا سوء يعني سوء يعني اسف يعني. مش ملاحظة حضرتك يعني ان الكلاب بتنتهيهم بأساميهم، وانا طول الوقت حيوان حيوان. اذا كنت انت حيوان ربنا من وقت عنك ما ضفح. اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. مش قلتلك يا بهيرة هانم، سالي مش ممكن تنسجم الا مع كلب ألماني زيها، الدم بيحن. بقول لحضرتك ايه يا تيتا، هو ينفع كلبه مصريه تتجوز كلب الماني عادي يعني؟ اخرس. ده احنا جبنا لها كذا كلب عضتهم وعورتهم تصوري. لكن شوفي منسجمين جدا مع بعض. هاي يا طنط. هاي يا حبيبتي. انا فيروز. اهلا يا فيروز. كبرتي، ده انا سافرت وانت لسه بتلعبي في الجنينه. رؤوف فاكر فيروز؟ مش فاكر حد. فيروز مضيعة وقتها كله في القراية والعزف على البيانو والنت. ما شاء الله. طيب ما تعزفي لنا حاجة من شوبان يا فيروز؟ طبعا يا طنط. رؤوف برضو بيعرف يلعب بيانو. ما بعرفش ألعب ولا عايز ألعب. قوم يا رؤوف. ما بعرفش يا تيتا. قوم يا رؤوف قوم. انت انا زهقان. قوم يا حيوان. بعد إذنك يا طنط. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. شك في البيانو ده اهو. فين؟ اه استغفر الله العظيم. هوب بيانو اوف. المزيكا زي الزفت دي. ايه ده؟
عشان عندي صداع اساسا. خلينا قاعدين شويه وهنمشي انا والتيتا ان شاء الله. احسن. ايه يا برنس؟ برنس؟ على فكره جدتي وجدتك دول بلح. بلح؟ حوار جواز الصالونات ده بطل من ساعه ما عمرو دياب كان بيعمل حفلته في العجم. ما تهميش ما تهميش، القعده دي مش لجواز ولا بتاع، ده هم شويتين كده بيشوفوا الكلاب ونتكل على الله. ايه يا واد؟ انت رؤوف وحنين كده على طول؟ ما تضم كده وخلي العداله تاخد مجراها. يا نهار اسود ومنيل على المفاجاه فوز. ايه الكلام اللي مش لاقي ما اعرفش بيكوا ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا اللي بقوله؟ لا انت شكلك مالكش فيها بقى. طب بص انا اسمي على الفيسبوك. انا ما عنديش فيسبوك اصلا، وجاي ورا شويه واتكلمي بصوت عالي عشان احنا شويه وهنمشي من عندكم. احسن المصحف قوم افضحك قدام ستك هي فكاكي شايفه. يا روحي عليهم يجننوا. لايقين على بعض هما الاثنين يا حبايبي. بطل معاك ويخرب بكم. لا انت شكلك كده عايز تفك. ما تيجي نضرب جونتين في البلكونه يمكن العلاقه تتطور. انت بتشرب مخدرات؟ ايه مخدرات تتطور؟ ولا انت هتخيب ولا ايه؟ لا ما تقطعيش في كلامي، ممكن ما احتمكيش. لا ده انت مالكش في الطيب. احتمي نفسك وقت تفتكيني طيب. الله ما شاء الله، انتوا انسجمتوا قوي مع بعض ما شاء الله. ما شفتش اظرف ولا اوائل من الانسه فيروز بصراحه يعني. بس خلوها يعني مسكينه عماله تشتكي ما عندهاش فيسبوك، خليها تدخل يعني تدخل في الحياه بتاعت النت اللي فاصلنا ان شاء الله عشان تدودح شويه. مش معقول كسوفه، مش معقول. يلا يا تيتا، يلا يا تيتا، نتوكل على الله من هنا. اذا كانوا الكلاب عملوا حاجه غصب عنهم فانا ارفض. اتجوزت من ورانا يا ولد؟ ربنا ما حصل يا تيتا، ربنا. ده انا تبيت حضرتك، عامل كده ازاي يعني؟ هو حضرتك انت يا ولد انت. حاضر يا تيتا، هو مجرد تعارف، تعارف يعني. اصل منار دي زميلتي في الشغل، وزي ما تقول حضرتك كده بصراحه يعني انا رحت وقعدت مع اخوها، قعدنا في البيت يعني عادي كرجال قاعدين مع بعض يعني. ايه خلصني. حد ما حضرتك عمال زعقيلي وده عمال يعمل لي. اخلص. حاضر حاضر. قعدت مع اخوها وورينا فتحه. ايه؟ وريته الفتحه؟ انا وباين. من ورانا يا هبل. واللي اسمها منار دي ابوها بيشتغل ايه؟ الله يرحمها ويحسن اليها. وامها؟ الله يرحمها ويحسن اليها. اوه وجدها؟ جدها بيعمل ايه؟ جدها يعمل ايه؟ الاثنين الله يرحمهم، هو كمان الله يرحم. الله يرحم. ايه العيله دي؟ لا يا تيتا، ده ليها اخ اسمه ابراهيم. يا تيتا لو شفتيه، ابراهيم طيب طيبه زي الامهات. موهم، عارفه موهم؟ والمرهم ده بيشتغل ايه؟ خلصني. ابراهيم ابراهيم بيشتغل. انت؟ حاضر يا تيتا، ابراهيم بيشتغل في الديكور، يعني بيعملوا ديكورات. حيوان. انا ولا ابراهيم؟ انت طبعا. هو في حيوان غيرك؟ شكرا يا تيتا. ممكن نعم ممكن اقوم عشان حاسس ان هيغمى عليا. يلا في 60 داهيه. تشك اب. مش عايز اشوف خلقتك. حاضر. لو تقام لو تقام شويه كده ولا كده. الله يسلمك الله يسلمك. بتعرف الاشكال دي منين يا ولد؟ يا تيتا انت عارفه حضرتك الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان. شاكين او اتفضل حضرتك. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاله منوره اللي ازيك يا استاذ رؤوف. الله يخليك يا معلم. ازيك يا استاذ رؤوف. شاكر. منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحلاوه دي؟ الله. لا ما اقدر ما اقدرش مش هقدر. طيب مش هقدر مش هقدر. سوري سوري. اتفضل حضرتك. اتفضل. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا. حضرتك. حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة. أنا إبراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي أختي، موظفة كبيرة أوي في سوبر ماركت كبير أوي، شغالة مع رؤوف، أكيد حضرتك عارفة يعني. أما أنا بقى وأعوذ بالله من كلمة أنا، أسطى نقاش كبير أوي، أسطى نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الإيد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا إبراهيم، ده إيده تتلف في حرير. جرايا يا حاجة، وماله النقاش لا مؤاخذة. أنا ما قلتش حاجة، الشغل مش عيب. بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايا رؤوف حضرتك يعني يخلق من شبه بعين، كل الناس تقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اسبايم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي، مش جايين يا تيتا نشبه على البشر. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه.
اذا كنتوا عايزين ترموا بنتكم جوزوها له. يا تيتا ارجوكي خليكي محضه خير لو تقاومت. لا مفيش خير. خير ايه؟ انت عماله تبيعي وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا بس انا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا اخي ما تحترمي نفسي. لا يا جماعه صافا منار. ايه بلاش مشاكل يا ابراهيم. والله النبي تتسلم. حيوان قدامي يا حيوان قدامي. عره مين يا ده العادي؟ ابراهيم بس بقى خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزها. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيله يا حيوان. عيله ايه يا تيتا؟ ما العيله خلصت. ما فاضلش غير حضرتك وعبيه دي. اتفضلي دور. استغفر الله العظيم يا رب. ما في حاجه في ظروف حضرتك ليه؟ دي جدتي ليك فينا يا حضرتك. انا بطمن. ما تطمنش بس الفضول. بحبش الفضول. لو تقام ناس يا مش هقطعش اللي بتشكي او بتحرجني على فكره. معلش يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه واعي الماجد ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليه حق عرب واخد حق حرفه واسلوبيه. انا استعملتك بصراحه كتير قوي يا رؤوف وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضو جوز اختي المستقبلي شقيقي اخوك. بس اسمع يا رؤوف، الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع رؤوف يبقى راسك انت والتت هتعلق على باب حارتنا وبالعشيره بتاعتي. ابا ايه احنا في مكان عام يا جماعه. عندها يلا قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منار. امشي وقفاني ليه؟ تطلع الله امشي يعني. الف هنا وشفا ابي. مسا رؤوف. مسا ابي. معلش ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. شكلها مش هتعدي يا ماما. انا بتضمم. هقول لك ايه؟ خاف اروح. حاسس ان البيت بقى جهنم. جهنم؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ امسك. امسك دي بسرعه بسرعه يلا امسك. ايه دي؟ الحشيش. ايه دي؟ يخرب بيتك بتحطوا لي في ايدي يا ماما. ناقص احراج في الكافيه. مش كفايه لغايه زفت بايب. اعمل بيها ايه دي؟ دي تضرب منها الجرتين خلاص؟ هتلاقي نفسك بقيت عامل زي الاسد. وجدتك دي بقت قد البرص. الله يخرب بيتك يا ماما. 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 يا اسود يا اولى اولى يا ارض. ادى زبطتك يا متخلف. بتعمل ايه؟ بتشرب حشيش. ادي جسم الجريمه يا حضره الضابط. اجيال بحالها بتتدمر. انا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق انيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا روي يا هانم ارجوكي راجعي نفسك. اراجع نفسي يعني ايه؟ يعني الصلح خير. الولد غلط بس ده طيش شباب. وفي الاول وفي الاخر انت عارفه طبعا ان الشرطه اخواتكم واهاليكم. وانا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. انتوا مالكوا سلبيين كده؟ اللي أخطأ لازم يتعاقب. وبعدين نقول بره بيتقدموا وإحنا بنتخلف ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده آخر كلام عندكم؟ أيوة إحنا مصممين. أنا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وأنا بتاجر فيها ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وأنا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضية ضعاوة قبل كده ومشيتني. دلوقتي جايبة مخدرات بلوة بتحرق شعوب وبلاد. يعني مش يعني لازم أقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في إيده. ايه ده؟ استنى يا ابني. ده بخور يا ابني. للاسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجه. لا يا فندم ابوك مش عايز اروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ يا تيتا حميني بقى. ده الظابط اللي في قسم اللي عنده ده بابيه قال انه بخور. جبت منين حضرتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها. كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني يعني النوايا دي بتاعت ربنا بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني هو بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص. انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هديلك الفرصه. اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخو. الشيء قربه بتخو مش بتنقط بعد اذنك يعني.
شنب حبيبي ادخل سلم على العريس. زيما نور الفرح. سلم على العريس. امي عم بتقوم يا جرح كده تسلم عليا. امي عام اوه ايوه انا قومتش اما قال لي قوم بتسمعنا ايه؟ عقبال عدوك رجاله يا دمور يا دمور. يا رياسه المسيئه البيئه دي. ايه اللي جدتك مشغله لنا ده؟ بتعاقبني انا عارف انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي استنوا بس لحظه بدك الف بركه تتة والنبي تتة شغلنا الاسطوره دي عشان اتحظنا والرجاله شويه عشان فرح اختي. ايه ده؟ اشرف ايه ده تملي؟ اسمع روح اقعد على الكرسي بتاعك وياك اسمع نفس فاهم؟ يلا ما تسمعش. نورت الدنيا نورت الدنيا وجودك قبل عن حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع انت؟ انت ما بتشوفش المقابله اللي قابلتها لي جوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح حبيبي. ايه بقول لك ايه؟ ايه عايز اسالك سؤال كده. ايه يا حبيبي انت ايه الاخبار بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك مبروك على ايه بلا خيبه؟ دي حاجه كده هتفرفشك. مفيشني ازاي يعني؟ هتزود عندك جرعه الرومانسيه. نسيت ايه يا راجل بحب موت يا راجل باش تفاهه. ايه ده ايه ده؟ انا بقول لك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي جملته جمل تكسب محبه الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك انت مواهق لسه موان. انت مواهق بص شعرك وهيافتك في الكلام. لا لا انا عندي 40 سنه يا موان يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم معايا احتياطي. ايش تعرفها جامد. ها بس موسيقى رائعه تشني في الاذان مش كده؟ الاقي عند سعادتك كوبي احتفظ بيه. فافش الجو شويه. حاضر حاضر روح نوا عوسه. تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوا يا جماعه تيتا تشتمني فاحي فاحي. مش ملاحظه يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبه للجو العام؟ احنا في المانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيده. بس احنا في مصر فقاهه. اخرس نوا يا جماعه. وبعدين دي سيمفونيه قداس الموت حاجه شيك. قداس الموت صفاح يا تيتا من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العمله السوداء اللي انت عملتها. ربنا افركشه دلوقتي يا تيتا. اقطع البدله دي وافركشه. يمشي من قدامي روح كشتك يلا غور. ايه الحوار ده؟ ده فرحي ده فرحي يا ساتر يا رب. نوايا يا جماعه مبروك يا روفا حبيبي. بتموت فيك يا منار كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حته ثانيه. انت بتقول يا جدع انت ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي كله ثبات. طب غني ياه. ما بلاش يا ايمن وليها شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع على فرح اختي؟ غني ياه بدل ما اعملها معاك. خلاص انا مغني. يا ناس قتلي الغرام مجروح وسال دم ويا حزن قالوا عليا طول عياط امه. كان قبل الغرام وردة ونشمه العشق خلاه دبل واصفر يا عيني امتى يحن الحبيب ويبوس ويضمه. يا حبيبي يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف وخايف يزعلوا انت الزمان اللي بيحييني انت اللي بيروحني. بس يا غجر ايه السفاله وقله الادب دي؟ راتت هقول لك ايه ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي عيب وكمان حرام. يا حاج احنا احرار وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويلعطوني. لك نقطه البيت ده بيت محترم لموا السلاح ده كله والا قسما عظما هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز سلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تيتا ده خل السنان. صح تيتا ابويا ما بيكذبش. طب انا اللي حددتك خله كفايه بقى يا تيتا اخرس انت وليه السلاح يا زميلي. ده يا ابراهيم ده يا ابراهيم انتوا جايين تناسبونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نزيطك في منطقتك.
جايين نجامل العروسة ليه يا أختي؟ أختي! عاملين رجالة وما بتخافوش؟ آه طيب رعد جبل لا 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 نجروا على اوضتكم يلا صباح الخير تيتا مسيعة حفلة الضيفة دي كان فرح جميل الحمد لله مبوك عاوز صباح الخير تيتا امشي حاضر تيتا مالك لا مفيش حاجة منوع وفاحة وفاحة بقى بس وش منوع يعني مسكة ايد دي بالنسبة لي قد ايه حياة ربنا يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحده ست كده يعني عارفه بقى ما مسكتش ايد امي ماتت وهي صغيره وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات الف مبروكه الف مش عارفه متلخبطه بصراحه حتى ربنا انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك اوعي يا منى انت في ايد امينه ها رؤوف افتح لي السوسته ايه حاضر منى انت بس فك السوسته ليه منى دلوقتي يلا اخلص حاضر منى بس بصراحة ماشي يعني أنا كنت عامل حساب موضوع السوست ده في آخر خالص أنتي معلش معلش هيحصل إيه يا منى هو ربنا سوي مش قصدي يا رؤوف شكتني يا منى الضربة دي أنت وجعتيني قلبي بجد يا منى إيه ده معلش معايا في التواطؤ هي ليلة كلها تواطؤ بس هتفك هتفك بأمر الله بقى ما كده هجيلك عشان فتح السوست ده ليه قصور ها ماشي نوتي بيتك يا منى نوتي بيتك ايه ده يا اسود يا ليلى زي الزفت يا ليلى زي الزفت دام يا حيوان تعال هنا قدامي تعال هنا يا متخلف ادخل اترزع هنا حاضر تيتا ستوب ستوب طلع اللي معاك ايه ايه حضرتك طلع اللي معاك غيره هات حادثه كمان وربنا ما معايا تاني وربنا ما فيه هم دول بس وربنا ما معايا ايه الادويه دي كلها انت عيان ولا حاجه لا تيتا مش مساله عيان يعني بس حضرتك دي وسائل مساعده للفترات الحرجه يعني مين اللي اداها لك موان موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرح ده هو ووك بكره انا هسالك شويه اسئله وعايزك تجاوبني بكل صراحه فاهم دلوقتي يا تيتا جاوبك على أسئلة دلوقتي أيوة ومنار مستناني جوه تيتا تتفلق منار أوكي واضح إن مالكش أي تجارب قبل الجواز يا تيتا تجارب إيه يا تيتا يعني أعتقد إنه عيب يا تيتا وإحنا عايشين في كافورنيا لا طبعا ما عنديش تجارب ما عنديش إيه حوار ده يا تيتا طب سألت دكتور متخصص في ليلة الزفاف يا اسود أنا روح دكتور وأكلمه في الكلام ده يا تيتا إيه حضرتك شايفاني مين يا تيتا مال ملسوع عايز تخش لها ليه هعمل إيه طب يا تيتا ما حضرتك يعني دي ليلة دخلة لازم أدخل لها يا تيتا يعني وبعدين خليها على الله بعدين في حاجة حضرتك نسيها أكيد ماما مش حمار لا اتضح إنك أنت اللي حمار شك. الأدوية دي كلها ممكن تنفعك الليلة لكن على المدى الطويل هتجيب داخل يا تيتا مدى طويل ايه تيتا وانا داخل كاس أم افريقيه يعني احييني النهارده وموتني بكره والنبي يا تيتا اسمعني بقى وما توجعش قلبي الثقافه اللي من النوع ده مهمه جدا للشباب وانا بقى جايبه لك كتاب لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لاي دواء يعني انت حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا دلوقتي ومنور اللي متلقاها جوه دي انت تخرس خالص اخرس خالص حاضر حاضر طب ممكن سؤال اخرس خالص حاضر واسمعني وركز معايا حاضر لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب أن تتبع القواعد الآتية القاعدة الأولى إزالة الرهبة بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنى الله يخرب بيت طب أعمل إيه ما لازم أسأل أستفسر ركز معايا حاضر يا تيتا حاضر يا عمي فوق حاضر يا تيتا اتفضلي القاعدة الخامسة يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى حرام بقى انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها وبص حتى اللفظ قواعد في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا احنا بنبني عمارة بنبني خلصانة ده كتير قوي حضرتك مسكاني مسجون بقالي فترة ده انا داخل الجو يا واد خد نفسك عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي لا مش عايزة حاجة شاكين او عن نصيحة سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك
طب اخد دي طيب. لا طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة بتقول ايه يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقول يا تيتا انت ضغطة عليا قوي. طب خلاص أوي خلاص, أوي خلاص خلاص بطل عياد. خد ده ذاكره كويس قوي. بكره ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. انا عاوزتي. ركز يا واد ركز ركز. هو المهم التركيز ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا وريني عرض كتافك. طب حاضر شاكين قوي. يا مروه اخسى عليكي. ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوستة. بس بصراحة انت مية مية شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شوية اسئلة محوراني كده يعني ممكن بصراحة ولا تتضايقي. طيب فاكرة زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى وما نوم عايش نتجوء شوية بقى يعني ان شاء الله هقولولك. بس انت هو يعني قبل جواز مناه ما كانش ليك اي علاقات يعني مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل اهلك قدموا لك واحد عادي يعني ما تقفشتيش في شقه ما فيهوش ايه ده؟ سبحان الله سبحان الله راحتي قلبي. عايز اقول لك يا مناه انت في اللحظه دي مش هقدر اقول لك عيلتي في نظري قد ايه وحياه ربنا كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفه ما حدش دسك على طرف. انت كمان يا حبيبي محترم قوي عشان كده انا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا مناء. انت من اهل يا حبيبي. كفايه نوم يا خم نوم. اصحى يا حيوان. هذا ديتا صباح مع الصبح. صباح الخير ديتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا فاهم؟ الله يبارك لك يا تيتا الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي بقى بصي ايه تيتا ممكن يعني اقتراح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل. فيا ريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحيه. اكيد كان في بطوله وراكم مهمه يعني اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحه. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما. يا ريت يا تيتا تيجي معانا الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك حاجزه لكم تذكرتين مسرح حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا؟ دي مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا غرفه؟ ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونا بقى يا حونا. يا عيني والله ما في حنيتها ماما والله. منوه حلوه؟ بلا حلوه بلا زفت يا رؤوف. ايه مسرح الغرفه ده؟ ايه ده ايه ده يا ماما؟ شنكلني. انت تقفونا احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ كويسه؟ مساء الخير. اليوم اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي. حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ وربنا ما اعرف حضرتك. انا اول مره جاي هنا وهو اللي بيسالني بيقول لي لماذا لازم اقول. الموت يحاصرني
أشم رائحته في كل مكان. أريد الماء، لم يعطوني الماء منذ أكثر من يومين. أسود معك مية؟ أريد الماء. فضح حضرتك. مية إيه يا أستاذ؟ مية إيه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج، كده أنت هتكسر الإيحاء النسبي بتاعه. المصحية بدأت؟ أيوة. طولش على غفلة. لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك إيه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي، يمشي يمشي. ما تزقش. امشي. محترم. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقاومت لا خانت اسم اللوكا. انت طلعتي لهلوبة في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركم لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه تعشينا بر. يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. ايه منار هتتخلي معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي، ما عندهاش شخمه. اسمع، قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها ناميه في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. ما خلاص يا تيتا، في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها، لكن خلاص مش قادره. انا خايفه الست دي تجيب اخري، ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه، اهدي شويه يا مناه، مش كده اعصابك. لغايه امتى يا رؤوف؟ ماشي ماشي لحد ما ربنا يفرجها بقى. هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله، خرجنا واتفسحنا. هو قصنا ده، انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف، ما فيش حاجه تقص كده غوفه. رقصه صغيره، رقصه صغيره. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. اسمعوه ده، داتكم خيبه في ودانكم. تصبح على خير يا منور، نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى، يعني الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا، ما تقلقيش، الاكل ده كله بابا مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني ايه بقى انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم. بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده. من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي، وانا اللي هديكم المصروف. ايوه بس. ايوه منام منام، معلش تيتا فيه بصراحه، ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منام. انا عايزه الاكل ده كله يخلص، وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا، حش. ايه فجاه فجاه كده النكهه كده وخان غاب؟ ده انا هشنك. وربنا ما انا واكل. اتفضلي. عين العقل يا روي هاني. هم موكليني اقبض ماهيتهم، حتى اسالهم. اسالهم ده ايه؟ كلامك مصدق عندي 100% يا فندم. بس هم عملوا ايه؟ تاخروا عليكي في الجمعيه ولا حاجه؟ يا ريت بيعرفوا يحوشوا ولا يعملوا جمعيات. دول مبذرين، علشان كده انا همسك الميزانيه. انا كنت عايز حضرتك في موضوع كده يعني. هو خير يا فندم؟ ايه يا اهلا، ازيك يا تيتا؟ صباح الخير، عامله ايه؟ خير؟ ايه اللي جابك هنا عندنا؟ شغلك ايه يا مروان؟ في ايه؟ مفيش يا فندم، انا بس كنت جاي افكر حضرتك بموضوع السلفه اللي انا كنت مكلم فيها سعادتك يعني. ماشي ماشي. وعايز سلفه ليه؟
صحيح انت عايز تصف ليه؟ هقول لحضرتك يا فندم، هو الحكايه كلها بس انه كان في محطه اذاعيه هيفتحوها جديد، فانا كان عندي فيها مقابله مهمه جدا جدا والالاجه فاهم يعني، كنت عايز اجيب بدله جديده يا فندم. انا فاكراك عايز سلفه علشان حد قريبك عيان عايز تجيب له دواء ولا تعمل له عمليه، لكن عايز سلفه علشان بدله عايز تتمنظر وانت ما حليتكش حاجه؟ جيل هايف. جيل هايف فعلا يا روي هانم، طلبك مرفوض. الله، يعني خصم 5 ايام علشان الهيافه اللي انت فيها دي. اتفضل. ميرسي جدا لحضرتك يا فندم. اتفضل، ربنا يخليك لنا يا تيتا ويديك الصحه ويطول لنا في عمرك. يرجع مرجوعنا يا هانم للموضوع اللي انا كنت عايز اكلم حضرتك فيه. خير؟ انا راجل وحداني ومراتي متوفيه بقى لها اكتر من 10 سنين. مش فاهمه. عايز اقول لسعادتك ان انا عايز ارتبط بيكي على سنه الله ورسوله، وفرق السن اللي بينا مش فارق وهم. السن يا بجم. بعدين رؤوف هتعمل ايه؟ مناعة عندها حق بصراحة، بصراحة يا مروان يعني مناعة استحملت اللي مفيش زوجة في العالم تستحمله. اسمع رؤوف، الخلفة، الخلفة يا رؤوف هي الحل الوحيد للمشكلة دي، اسمع مني يا حبيبي. الخلفة ديت يا مروان مش عايزة تركيز؟ طبعا احنا مفيش تركيز خالص، انا زوج متراقب 24 ساعة. اسمع رؤوف الموضوع، اسمع اسمع هو نطش متكلم على طول. حاضر حاضر. بقول لك ايه؟ انت تروح دلوقتي ورا اخوها في البيت، ها، والطيب خاطرها بكلمتين خلاص، تقوم واخدها كده تحت باطك وتاخدها وتروح في اي حته فاضيه ما فيهاش تاريخ ابني تحت الكوبري. تحت الكوبري ايه يا حيواني انت؟ انت بتستظرف. إيه؟ دي مراتي، اخد مراتي تحت الكوبري. يا منى دي ست كبيره منى، وان شاء الله كلنا نكبر عشان خاطر عشان خاطر ربنا يعني، خديها على قد عقلها. والله ما بكرهها يا رؤوف، انا مش عارفه هي بتعمل معايا كده ليه. طب بقول لك ايه بقى، احنا مش عايزين نضيع وقت بصراحه يعني، يعني احنا لسه في عز الشباب، نسيت ان احنا لسه عروسان يا منى. في ايه يا منى؟ ركز معايا شويه انا، وربنا بص بقى. ها ايوه كده اضحك يا منى، شوف هنعمل ايه. منوره بيت اخوك يا منى. ابن حلال يا ابراهيم، كنت عايزك في كلمتين. ابن حلال. بقول لك يا ابراهيم. خير؟ عايزك بصراحه يعني والدين الجميل بقى، عايزك تعمل معايا الصح. اللي هو ايه يا زميلي؟ يعني يعني يا ابراهيم حته لحمه مشويه بقى، حته جبنه رومي. خد مراتك واخلع. ليه؟ نشوه جاي. نشوه بنت منشوه؟ اه. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. يلا منى يلا منى. قوم يا بنت، ربنا هات سرك. تعالي بس تعالي بس، مفاجأة مفاجأة منى. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. هنا يا رؤوف؟ وفي ايه يا منى؟ هنا ايه؟ ما انت عارفه العيشه في البيت بقت سودا وتيتا يا اقول لك ايه؟ ما انت فاهمه وانا بتلم عليك يا منى. وبعدين عايزين يعني نقعد نتكلم نحس ببعض يا منى. يا منى انا راجل وبحبك وانت مراتي. فعادي بقى عادي، بعدين احنا مسيطرين ما تقلقيش، سيطره سيطره. احب اقول لك ايه؟ اول ما اقول لك اوكي ابدأي. ها جاهزه؟ ها يلا يلا بوس يا منى، بوس بوس يلا عادي. قوم يا كابتن. فين؟ نهار اسود وربنا مهدي. انزل يلا مهدي انت وهي. ايه يا فندم ده عبيط؟ ايه يلا ده عبيط حبيبتك؟ وربنا مهدي، صدق صدق انت دي مهدي وربنا مهدي طبعا مش هتصدق. شهود وتلبس، الحمد لله يا رب الحمد لله. حضرتك في ايه؟ انا مراته، انا مش مشقوطه. ايه يا منى؟ ايه يا منى الكلام الفاضي ده؟ قدام جوزك انا مش مشقوطه يا فندم؟ الست دي والله مراتي. وبعدين ما انا جيت لحضرتك قبل كده مرتين في دعاوى ومخدرات، جاي حضرتك في المروه اللي ما ينفعش تحبسني فيها وحضرتك مصمم يعني؟ بص يا رؤوف، المره دي هتتحبس بقانون. شوف انا وانت مستنيين اللحظه دي بقالنا قد ايه؟ وهي جت لغايه عندنا. عيشها بقى ارجوك ما تفسدهاش. بكرة الصبح هتتعرضوا على النيابة، والنهاردة حبته في التخشيبة. يا فندم صدقني أنا مراته. في إيه يا رؤوف مالك؟ مش عارف مالي، حاسس جسمي ساقع كده، مش عارف مش عارف شكلي تعبت. أنتوا مصممين على الكذب؟ طب فين الأسيمة؟ حاضر يا فندم، موجودة الأسيمة الحمد لله. طب كلمتيتها معلش 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 معلش. خلي بالك يا فندم عشان حضرتك يعني ده شكل الناس. ألو مساء الخير تيتا، ممكن التيتا يعني هات حضرتك معلش تجيبي لي قسيمه الجواز بسرعه جدا على الاسم لو تقامتي. لا مفيش حاجه، هما بس عايزين يتاكدوا انا دافع مهر كام ومؤخر كام. منظركم ايه قدام نفسكم؟
لما زوج وزوجة يتقفشوا في عربية في الشارع بذمتكم ما انتوش مكسوفين؟ قال ايه يا ملك عمو؟ اخرس. مش عيب ان الزوج ولا الزوجة يحبوا يغيروا يجددوا، مش يروحوا في مكان مشبوه ويتقفشوا؟ خدوا لكم يومين في لوكاندا، سافروا لكم يومين وقعدوا على البحيرة. بحيرة ايه تيتا؟ احنا عايشين في كندا، فيها في واقعية شوية بقى. اخرس خالص. الظاهر ان انا سبت لكم الحبل على الغارب، لكن قسما عظما ان تعليماتي ما تنفذتش انتوا عارفين هيحصل لكم ايه. هات هات مفتاح الشقه. ليه خير يا تيتا؟ في ايه؟ هات مفتاح الشقه بسرعه. اتفضل حضرتك اتفضل. طلعوا له في جيوبكم. ايه ده هتقلبنا منار؟ ده ما حصلش كده في اسمي يا تيتا. بقول طلعوا له في جيوبكم. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ هات هات. اتفضل حضرتك اتفضل. هات كمان. وربنا ما معايا. لا هات كمان. في وربنا ما معايا. اقلب جيوبك اهو. ده كتير تيتا كتير. كتير ايه اللي احسن؟ هديك على بوسك. خلاص انت مفيش حاجه تنبسني شويه. استحمدين. طيب غور من وشي. حاضر يا تيتا غور. نام. في حلم معين حضرتك تقولي لي احلامه ولا احلم براحتي؟ شفت الموضوع وصل لايه معايا في شخصيتي؟ امشي يا واد من قدام. حاضر. وحشاني يا منور. سيبني في حالي، انا مش طايقه نفسي. مالك يا منور؟ حزن حزن. كفايه كده، روح انشر دول وتعالى خد الباب. حاضر يا تيتا حاضر. منور مش عايزك تتعب نفسك في اي حاجه. لو عندك حاجه وسخه سيبها لي. بيبي عامل ايه؟ يا تيتا بابا بابا شيلينك يا منور عشان مخنوق. متش ايدك على حاجه مش بتاعتك. اقف مقدم. اوكي اوكي. ها مش طالعه شيرين. خد تاكسي وروح. ها ابدا في مكان جديد ما فيهوش قهوه وضام. ها ما تقواش المأساة بتاعتي. يلا يا حاجه شوفي كاشيل ورايا ولا مش مكان عطلانه. ايه قدامك عطلانه. فين المدير بتاع المكان؟ يا اوفا مش هتروح ولا ايه؟ لا يا معلم اتكلت على الله. انا واخد وديه زياده من المدير. انت عارف الزوبه موان راح ايه قعدتنا الذهبيه. الزبون دايما على حق. انت يا زمن قاسي علينا يا زمن. يا تيتا حرام عليكي، الشمس هتحرقنا. مش عايز اقوى الاهومات. اسمع يا ولد، انت تسمعني وانت ساكت خالص، فاهم؟ العلماء لغايه النهارده ما قدروش يوصلوا لاوضه الملك، مما يدل على عبقريه الفراعنه. انت يا حيوان يا اللي اسمك ابراهيم بتعمل ايه عندك؟ عايزه مني ايه بس يا تيتا؟ عايزه مني ايه؟ ما انا سامع كنت بتتكلمي على الفراعنه. فراعنه؟ اسمهم فراعنه؟ ما انت جاهل. اسمع كويس واستوعب يمكن تستفيد. استفيد من ايه يا مؤاخذه؟ دايما انا في شويه رمل وشويه حجاره وتقول لي استفيد؟ ده ايه الخروجه الزفت دي يا رؤوف؟ كنا رحنا القنوات الخيريه، كنا رحنا بلنتين، كنا شمينا شويه هوا نضاف. عايز تشم هوا؟ اه. من عينيا الاثنين. جوبلز رعب. كلاب لا كلاب لا لا كلاب لا لا كلاب لا. بص بقى يا عبدو، الحكايه ما فيها ان دي اختي منور. اهلا وسهلا. وده جوز اختي رؤوف. يا اهلا وسهلا. عندهم مشكله كده يعني، هما يحكوها لك بقى بمعرفتهم، بس انا عايزك تعمل معاهم الصح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قول يا منار. دلوقتي الشقه نصها باسم رؤوف ونصها التاني باسم جدته. اللي احنا عايزينه بقى ان احنا نقسم الشقه وكل واحد يعيش في نصيبه. يا سياده المستشار، حضرتك مش فاهم الموقف. الست دي تريب جامد جدا. الله، يعني صعب عليكم قوي كده وهي اللي معوراكم عامله البلاوي دي؟ ما انا شايف ما انا شايف. والله يا الاخت منار برضه قالت فكره يعني مش وحشه. احنا نرفع قضيه ونقدم الورق والمستندات اللي تثبت استحاله العشره مع الست دي، وانتوا طبعا هتبقوا موجودين وهتشهدوا كلكم انها ست مش طبيعيه. طيب يا رجلك، احنا نشهد كلنا نشهد طبعا نشهد. طب برضه نسمع راي الاستاذ رؤوف. اتكل على الله يا استاذ عبده. ارفع قضيه. طيب في عربون ولا احنا هنعمل القضيه دي بالحب كده؟ يا جدع بالحب وفي عربون طبعا. في ادفع رؤوف.
كام حضرتك؟ لا 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 ما باخدش فلوس في ايدي. اللهم صل على النبي. مش بقول لك يشرفنا؟ ما تفتحوا الباب، هو انتوا اتطرشتوا؟ والله ما تستاهلوا تعيشوا في البيت ده. مدام راويه سيف الدين القاضي. ايوه اتفضلي. ايه ده؟ مرفوع عليكي قضيه. مين اللي رفعها؟ ما تقري حضرتك، امضي لي هنا عشان انا مستعجل. هنا اهو. الف شكر، سلام عليكم. قضية سيدي الرئيس كما شرحتها لكم بأدق تفاصيلها، فالجاني يا أستاذ خلص، بقالك أربع ساعات بتتكلم. طيب أنا أرجو من هيئة المحكمة أن يتسع صدرها لسماع الشهود. شكرا سيدي الرئيس. يا فندم أنا جاي أشهد مش عشان رؤوف صاحبي، أنا جاي أشهد عشان أرضي ضميري. الست دي تطهق بلد بحالها مش واحد ومراته. والعيش والملح يا سعادة الباشا لو الحق، التتة دي ما تتعشرش، دي مبهدلة أختي آخر بهدلة. أختي منار هي جوزها الأستاذ رؤوف، راجل محترم يا باشا. دي مربيك لما صور عندها في البيت، السبع ده الواحد وأربع عقل طايرة منه، ده غير لما أخذ اللي أنا اتعضيت. بس أقول لك يعني ده مش موضوعنا، أنا حقي وهاخده على الطلاق اللي أخده لما أخذ سعادة الباشا. على اللي شفته بعناية وسمعته بوداني يا فندم، الولاد دول كان عايشين معاها في عذاب عظيم. تصور سعادتك، جات لي مكتبي طالبة تاخد مرتباتهم بإيديها يا فندم. حضرتك أنا ولعت صوابع العشرة شمعة وما فيش فايدة، أكلمها بالهداوة تشخط وتنطق، أعمل لها صفرة مليانة أكل تبهدلنا وتبستفنا. حضرتك إحنا حياتنا كئيبة قوي، معيشانا زي ما يكون ميتنا ميت. يا فندم إحنا في عز شبابنا، عايزين نعيش زي ما إحنا عايزين مش زي ما هي عايزة. مساء الخير يا ريس. حضرتك يا فندم يعني سوري ان انا يعني متردد شويه، لان انا مكنتش عايز اقف الموقف ده، خصوصا حضرتك يعني حضرتك عارف انها جدتي يعني. بس حضرتك انا عشت حياه يعني اخر مرمطه، ومش حضرتك السنه دي ولا اللي فاتت، لا يعني زمان من اول ما جيت الدنيا مرمطه 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 يعني. وكبيت وقلت استحمل، لكن اتعاملت معامله حضرتك يعني مش يعني سوري مش قادر اقولها في المحكمه، بس حضرتك يعني امراتي حامل الحمد لله عقبال اولاد حضرتك. وحضرتك جدي قال لي الله يرحمه الله يرحمه، قال لي انت لازم تكون قدوه، فحضرتك فكر معايا يعني تكون قدوه لمين؟ للناس اللي قاعده دي حضرتك اكيد لاولادي صح؟ ازاي حضرتك ابقى قدوه لاولادي وانا بتعامل المعامله دي يعني؟ انا اسف يعني هفترض يعني حضرتك ممكن ابني يشوفني وانا ماشي سوري يعني بطلتش قفا يعني حقات اللي انا متضايق من تيتا، عشان اعتقد ده مش هيبقى، لكن انت تعبان وفي نفس الوقت متلخبط عشان دي برضه جدتي، وما كنتش عايز اقف في الموقف ده. انا اسف اني خدت من وقت حضرتك كتير، شكرا قوي. عليه العوض ومنه العوض يا حضرة القاضي. إذا كانوا أولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي إحنا عايشينهم يبقى خلاص على الدنيا السلام. أنا عندي 85 سنة يعني رجلي والقبر، ورؤوف مش ابني، رؤوف حفيدي، وزي ما بيقولوا أعز الولد ولد الولد. معقولة أقف أنا وهو النهاردة في محكمة؟ عايز تبني سور بيني وبينك يا رؤوف؟ خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بينه وبينه سور؟ خلاص ما احناش قادرين نعيش مع بعض؟ سور بين الولد وامه، وسور بين البنت وابوها، خلاص خلينا نبني في اسوار لغايه ما نحس ان احنا عايشين في سجن. غلطت ان انا عايزه اخليه يعيش كويس هو ومراته؟ يمكن أنا عصبية شوية، لكن والله العظيم أنا أملي في الدنيا إنهم يعيشوا مبسوطين. يا حضرة القاضي أنا مش عايزة حكمك، أنا خلاص
كتبت نصيبي في البيت ليلة فرح رؤوف. اتفضل يا رؤوف، العقد اهو. ربنا يهنيك انت ومراتك. خير يا دكتور، طمني. استاذ رؤوف، تقول لحضرتك ما تنساش تاكل الكلاب. حاضر حاضر، هاكل الكلاب، هاكله. اللهم صل على النبي، بارك النبي بخير. اللي زي تيتا دي متاسسه على قديمه. عايز حاجه رؤوف؟ شك يا ابويا. عايز فلوس؟ ربنا يخليك يا ابويا. بيت، خلي بالك من جوزك، حاجنين عليه. ربنا يخليك. سلام عليكم. سلام عليكم يا رؤوف، بكلمك. ها ماشي، متشكى قوي، متشكى قوي. حتى وهي تعبانه اكل الكلاب واوضات اوضات. بس البيت فاضي يا رؤوف. يا الله. تسم ايدي كونا اتفضل. حطيتي ملح؟ خدي حبه. لا ليه؟ ما بحبوش. سبحان الله، احلى واحده تعمل في الشوم ما بتحبش في الشوم. بقول لك يا منار، بكره ان شاء الله تيتا هتخرج من المستشفى، عايزين بقى نستقبلها باكله طوم مع دماغها. هنزل اجيب لها شويه بتلو، وهي بتموت في البتلو حبيبتي، واجيب لها بطايه. حيلك حيلك ايدك كله، تيتا ملهاش في الهيصه دي. انا عندي فرخه في الثلاجه، اسلقها ونعمل شويه شوربه خضار. اوكي. بقول لك ايه، احنا خلاص هيبقى عندنا عيل، لازم نعقل شويه، نصرف في الاساسيات وبس، وما نقعدش نجيب في حاجات ملهاش لازمه. حد يا منى، انت حد يا منى، مش ناقصه الزعيق. ما صدقنا اتحنا شويه من الزعيق. خلاص احنا شكلنا كل ما فكها غلط يا حبيبي. هي كانت عصبيه قوي بصراحه، خليتنا فهمناها غلط. بس تصدق هي وحشتني، ما تقلقش انا هفرفشها لك. ايوه يا نهار اسود، نسيت اكل الكلاب. كلاب كده برضك يا رؤوف، حرام عليك بقى. وانا كل شويه هقعد انضف. ايش يا كده يا منور؟ لو سمحت، هي الحكه اللي كانت جوه نقلتوها اوضه تانية ولا لسه جوه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، البقاء لله. ماتت وهي زعلانه مني يا منور، كان نفسي اودعها. بس أنا عارف إن هي كانت بتحبني، وأنا والله بحبها، بس ما كنتش أتصور إن أنا بحبها قوي كده. هو ليه منار إنسان بيشوف الوحش بس؟ الست دي كانت عصبية وبتتنافس، بس ما كان لازم تربيني. أمال مين هيربيني؟ الناس الكبار دول يا منار، دول حاجة كبيرة قوي، ما بنحسش بيها لما تروح مننا. الله يرحمك يا تيتا. الست دي يا منار هي اللي خلتني بني آدم. يا حيوان، انت فين يا حيوان؟ رؤوف، ايه ده انت؟ انت قاعد هنا وسايبني في الأوضة لوحدي؟ جايبني في مستشفى زباله ما بيفهموش اي حاجه في الطب، ادوخ شويه يدخلوني الانعاش. كفايه والنبي يا تيتا كفايه. الحمد لله على سلامتك يا تيتا. يلا يلا نمشي، يلا نمشي المستشفى دي. طيب يا رؤوف، طيب يا رؤوف. ما قالتش يا حيوان. لو تقاومتي افندم، ابقوا تاكدوا من المعلومات قبل ما تمططونا. حضرتك تقصد الحاجة راوية؟ أنا كان قصدي واحدة تانية خالص. الحاجة راوية دي صحتها بومب. تشكرين. يلا يا حيوان. ثانية واحدة بس حضرتك، علشان أنا عندي البروفيل ده أحسن من البروفيل ده. فا هي الكاميرا فين؟ كاميرا إيه يا فندم؟ إحنا إذاعة. يلا يا فندم. إذاعة. جاهز؟ والان ما ضش الاخبار المغريه مره هتبقى خلي وجهك ادي وقتك. بالنسبه لكوبري 15 مايو وكوبري اكتوبر ومنطقه وسط البلد، ففيهم كثافه مروريه عاليه، وقدامهم فتره طويله عبال ما يفكوا. يفكوا ده امتى فكوا سيادتك؟ طب ايه الشوارع دي؟ انا مواطن دوله عم محور، انقذونا لو تقوى خلال ايام ان شاء الله. طب يعني الناس اللي رايحه مصالحها يا فندم بتعمل ايه؟ مش مشكلتي، انا لسه مخيش على الدائري. مش قادر، البيبي هينزل الحاج يا روح. امسكي نفسك يا حبيبي، امسكي نفسك شويه. خد خد الدنيا حاضر. خد على ده، خد على المنديل ده. كله تمام يا تيتا، كلمت ابراهيم وكلمت بماء اسعاف شفت سنك. انا بنصح كل الساده المجتمعيه اللي عنده مشوار ما ينزلش من بيته النهارده. سامح سامح يا روح.
روح. الله يخرب بيت بشوتك الزفت. شكرا رائد حسام عبد الواحد ولا تنتقلنا المروري النهارده. انت يا فندم انت سايب لي الدنيا بتضرب تقلب وعامل لي لقاء هنا على الهوا. وانا اعمل ايه سيادتك؟ والله هم اللي وقفوني هنا. هنقلك فين تاني يا اخي؟ انا اسف. احنا جالنا بلاغ من النجده ان في واحده بتولد هنا على المحور. اتفضل اتصرف، وريني الطريقه هتفتحه ازاي. اتفضل اتفضل. روح جيب لي تشتو ميه سخنه بسرعه. تشتو ميه سخنه على المحور. على المحور اتصرف. يلا تشتو اصلا ارقام. تشتو يا جماعه تشتو ميه سخنه على تشتو ارقام. تشتو معاك على تشتو ميه سخنه. تشتو ممكن الاقي مع حضرتك تشتو ارقام. يلا بلا بتولد على المحور. ده حلو قوي كده. بفضل ايه؟ تعالى طول من عندي. تعالى ربنا يخليك كمان تكيم اب. البيتك حلوه يا ماما. يعني كمان اه قاعد كده في السخن. ياب معلش يا ماما خدها. تيتا امسك تيتا. وانا مالي يا بايم؟ وانا مالي يا بايم؟ انت ده رؤوف. مش وقت. طب يلا جيبوك. رؤوف وحشتني قوي. الله يخليك يا فندم. هي مراتك اللي بتولد؟ هي اللي بتولد امال تيتا. ما ينفعش كده. شوفوا حاجه غلط بالعربيه عشان مبروك يا حبيبي. صب في عزك وعز يا منى. والنبي تيجي تشيله. ابعد ايدك كلها ميكروبات وابعد نفسك. كان هقيس ودبني يا جماعه. ابني يا ناس. ان شاء الله اسميه رمان على اسم جدي. رمان؟ رمان ده ايه؟ ده حفيدي انا اللي هسميه حشمت. حشمت ايه؟ تيتا هو موظف. ايه الاسم البيئة دي؟ حشمة ده ايه؟ انا خالو اطمي الواد. اخرس انت. حاضر يا تيتا. وزع شرباتي عن فاضي. وعاجة ساعة عاطية. يطبق في عزي وعزك ان شاء الله. مبروك. كنا بيشيلوا تيتا. ايه بعدل؟ وما تسمعش كلام امك. اسمع كلام تيتا يا حبيبي. تيتا يا حبيبي يبقى حشمة ضاع. حشمة ضاع خالص. رهيبة. مش عايزانا نوم وابني اللي لسه مخلفة. هنعمل ايه؟ نوم المعقول. هتسد كلية واحد